جيتي مونسلوند دبيغ النادي الالماني وين شاهدنا كيفاش كانت المباراه، مباراه اللي نقولوا باللي الدقيقه اللي شاهدنا كيفاش ديبرين وين سجل هدف من تمريره تاع رياض محرز، تمريره وين نقولوا باللي تحققت نظريه مره اخرى تلعب مع محرز، يعني السيتي يسجل. النجم الجزائري توغل راوغ وقدم كرة على طبق للتائب ديبرين الذي سجل هدف جميل كذلك. يعني كانت المباراة نقولوا باللي المباراة اللي بدات بقوة، يعني في هذا دور أبطال أوروبا، يعني نقولوا باللي الدور 16 وين مانشستر سيتي هدفين في الشوط الأول أمام هذا النادي الألماني، يعني وين شأن إيكار كذلك في الدقيقة 18، دي بروين في الدقيقة 13، إيكار في الدقيقة 18، يعني شأن رياض محرز فوندين دي بروين، شأن كيفاش إيكار شأن رودريغو بيناردو سيلفا جاو جون شأن روبن دياز والكير إندرسون، يعني نجوم مانشستر سيتي الكل، هذو هما اللعابه تاع التشكيله المثاليه تاع مانشستر سيتي، رياض محرز فوندين دي بروين ايكار رودريغو بيناردو سيلفا جاو جونس روبن دياز والكير اندرسون، يعني هذه هي التشكيله المثاليه تاع مانشستر سيتي. شأن النادي الألماني يان شأن في الحراسة يان ستيفان ماس شنا نياكو رامي بن سبعيني دينيس شنا جينسون شنا لاريس شنا ماركوس، يعني نقولوا باللي اليوم وين كانت المباراة، مباراة اللي كانت شيقة، مباراة يعني كانت في القمة، مباراة اللي شأن كيفاش اللعب مفتوح، يعني علاه نقولوا اللعب مفتوح، النادي الألماني يريد التسجيل، يريد اللعب، يريد العودة في النتيجة، لكن بدون جدوى شأن سيطرة كبيرة من مانشستر سيتي. علاه نقولوا سيطرة كبيرة؟ لأن مانشستر سيتي، لأن بيب غوارديولا دخل بخطة 4-2-3-1، يعني شأن كيفاش نسبة استحواذ 64%، التمريرات في الشوط الأول، أنا نتكلم الشوط الأول، نسبة استحواذ الشوط الأول 64%، الشوط التمريرات 379 تمريرة لمانشستر سيتي، ثلاث ركنيات لمانشستر سيتي، نادي الألماني ركنية واحدة 177 تمريرة فقط، 36% نسبة استحواذ، عدد اللمسات يعني 445 لمسة من مانشستر سيتي، رانا نتكلموا على الشوط الأول. نادي الألماني بروسيا 237 تمريرة، شعنا ماركو اللي دخل خطة 4-4-2، يعني شعنا كانت المباراة مباراة اللي كانت شيقة، مباراة كانت في القمة، مباراة اللي نقولوا باللي مانشستر سيتي عرف كيفاش الشوط الأول، يعني بتحركات تاع رياض محرز فوندين دي بروين خاصة بيناردو سيلفا، يعني وين شأن كيفاش بيناردو سيلفا في خط وسط الميدان بامتياز، رودريغو كذلك بامتياز، إيكار شأن كيفاش كيفن دي بروين فوندين رياض محرز، يعني شأن كيفاش رحيم ستيرلينغ في الاحتياط، توريس كذلك في الاحتياط، جابرييل خيسوس في الاحتياط، سيرجيو أغويرو في الاحتياط، يعني شأنك إيراك غارسيا كذلك في الاحتياط، يعني كانت نقولوا ناثان كذلك إميريك وين فاني كذلك في الاحتياط، بنجامين في الاحتياط، يعني شوف كيفاش تشكيلة في الاحتياط، تشكيلة كاملة في الاحتياط، يعني كانت نقولوا بلي كانت مباراة كانت في القمة، مانشستر سيتي يعني نقولوا باللي التحركات تاع اللاعبين هي اللي خلات النادي الالماني يعني يعاني وين عانى في الشوط الاول، نقولوا عانى في الشوط الاول بلعبة رامي بن سبعيني الذي عاد من الاصابه، يعني شاهدنا كيفاش كانت قوه مانشستر سيتي في خط وسط الميدان، يعني سيطره كبيره في خط وسط الميدان من جانب بيرناردو سيلفا رودريغو، يعني وين كانت الخطه التكتيكيه محضه من نقولوا بلي غوارديولا الذي عرف كيفاش يدخل بخطه 4-2-3-1، يعني راك تشوف كيفاش
المدرب كيفاش يغير الخطة التكتيكية تاعه. جاتنا كيفاش وين جابت النتيجة تاعها مع السيطرة، يعني نقولوا بلي في ظرف قصير وين شنو اي كار شنو الديبرين وين سجلوا هدفين واحد ب 13 دقيقه وواحد ب 18 دقيقه، يعني في ظرف صغير ظرف قصير وين شاهدنا كيفاش نقولوا بلي مانشستر سيتي ما خلاش المنافس الخصم يرتب الصفوف تاعو، لا ما خلاش ينظم الصفوف تاعو لي عرف كيفاش يسجل، عرف كيفاش يعود بقوه، يعني شوف كيفاش في الدفاع، حتى في الدفاع حتى وين مهاجمين تاع مانشستر سيتي يعني ما وين نقولوا باللي ابهروا دفاع تاع النادي الالماني ابهروهم يعني بالاداء، يعني ما خلاهمش ينظموا الصفوف تاعهم، يعني وين هجمه وراء هجمه بناء الهجمه صناعه اللعب يعني تضييع فرص كل شيء كان من جانب مانشستر سيتي، وين شاهدنا كيفاش النادي الالماني اللي يحاول بكل طرق لكن كل شيء كان نقولوا باللي يتحطم في خط وسط الميدان، يعني خط وسط الميدان تاع مانشستر سيتي يعني بامتياز، يعني نقولوا باللي اليوم وين مانشستر سيتي الشوط اول 10 على 10 محرز 10 على 10، يعني نقولوا باللي محرز فوندين دي برين ايكار شنا كيفاش رودريغو برناردو سيلفا يعني وين قدموا مستوى كبير خاصه برناردو سيلفا رودريغو في خط وسط الميدان، يعني لعبوا ومدوا الكثير في الشوط الاول خاصه بتحركات رياض محرز، يعني ورياض محرز اصبح اللاعب اللي قدم مستويات كبيرة، توهج رياض محرز يعني في كل مباراة، ورانا نشاهدوا في رياض محرز يقدم الكثير، يعني كل مباراة وين أصبح يعني بمرور الوقت رانا نشوفوا بلي رياض محرز وين راه سوف يصبح هو الكل في الكل. هذه هي الشوط الأول، شاهدنا كيفاش انتهى، ننتظر الشوط الثاني. سعيدوا.